يقترح خبراء السياحة عدة شواطئ جديدة بديلة للشواطئ التقليدية التي اعتاد الناس على الاستجمام فيها. جزيرة كريت تعتبر بديلاً مناسباً لشواطئ سانتوريني، خصوصاً وأنها أقل تكلفة. كذلك تتميز بأنها أحد أكثر المدن الساحلية سحراً عالمياً. ويوصي خبراء السفر بأن يكون شاطئ قرطاجانا في كولومبيا مقصداً بديلاً لشواطئ ميامي، خصوصاً مع زيادة أسعار ميامي لأكثر من 33%. وبسبب ازدحام مالفي في إيطاليا وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، يبدو الساحل المركزي لكاليفورنيا بديلاً مميزاً لها، فالفرق يصل بإقامة ليلة واحدة بين الاثنين لأكثر من $180. أما المكسيك فتتمتع بشاطئ الزمرد في خليجها المعروف، الذي يمكن أن يكون بديلاً رائعاً لساحل البهاما الشهير والمرتفع الثمن. وبدلاً من هاواي، يقترح خبراء السياحة مكاناً رائعاً هو جزر الأزور، حيث الأرخبيل الرائع في المحيط الأطلسي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.